في كتاب كده قريته اسمه نو فير. نو فير يعني لا للخوف. تعرفين ان الخوف هو اللي دايما بيخلينا نعمل تصرفات كلها غلط وناخد اختيارات غلط ونتنازل قوي 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 ونختار غلط. يعني نقبل شغلانه مش اي عشان خايفين لبكره ما يبقاش معانا فلوس. نقبل جوازه مش قوي للقطر يفوتنا. نقبل ان جوازاتنا تعاملنا وحش او باهانه عشان هعمل ايه بعد كده؟ هقعد لوحدي وهربي العيال لوحدي ومش هقدر عليهم. خوف خوف دايما خوف بيخلينا عايشين بناخد كلها قرارات غلط. ولكن لو عندنا ايمان بالله سبحانه وتعالى واقوياء وعارفين ان احنا هناخد اللي مكتوب لنا ونصيبنا بس احنا نبقى ناس كويسة، هتبقى الحكاية حاجة تانية خالص. من التقاليد اللي ما بفهمهاش في القرى والنجوع في الأرياف عموما يعني وساعات في الحتت الشعبية، ان يجوز البنت وهي عندها 13 سنة او يجوزها وعندها 14 سنة، يقولك نسترها نسترها. طب معلش انا هتكلم كلام قاسي شوية، هو انت مش واثق في تربيتك؟ هو انت فاهم ان لما بنتك تتساب لغاية 16 او 17 او 18 او 20 او 21 او 22 او 35 مش هتعرف تحافظ مثلا على شرفها؟ مش هتعرف يعني القطر هيفوتها مش هيفوتها ولا حاجة. ربنا كاتب لها تتجوز امتى. تاخد طفلة تجوزها دي جريمة، هي جريمة يعاقب عليها القانون، ولكن هي جريمة إنسانية برضو. تخيل ان ربنا يبقى خالق واحدة عندها 12 سنة ولا 13 سنة ولا بتلعب بالعروسة وتلعب بالمش عارفة ايه وتلعب بالايه وانت تاخدها تجوزها. هتقولي ما ايام الرسول كان بيحصل كده ده عصر معجزات وعصر كان بينتشر فيه الدين وعصر ليه ظروف. ولكن النهاردة انا اخد طفلة تبقى مثلا في مسابة تانية اعدادي اجوزها؟ وبعدين بقى ايه الجريمة التانية؟ انا ما بجوزهاش شرعي، ما هو ضد القانون، فبجوزها بورقة والمفروض ان في سن معين عند 18 سنة يروح بقى يكتب عليها رسمي. تلات ارباع الحكاية بتنتهي بانه بيجي عند سن 18 سنة مش عايز يكتب رسم، خلاص بقى زهق. فتبقى ولا متجوزة ولا متطلقة، تبقى ولا متجوزة ولا متطلقة. ولو حملت وخلفت هيبقى ساقط قيد لأنه مش هيرضى يكتبها. فبيبقى الحال إيه؟ إن بنتي بعيل معهاش قسيمة جواز ولا حتى بتعرف تتجوز تاني لانها ما اتطلقتش، ومش هينفع يطلقها بورقه طلاق عشان ما فيش ورقه جواز. في سن قانوني وشرعي اتحط للبنت عشان تتجوز وهو 18 سنه. لو تصرفت قبل السن ده انت مجرم. وتقدر بكل سهولة ان بنتك تتعلم وتتنور ومش عايزة يا سيدي تشتغل. او انت ما انا مش هقدر ادخل الحقيقة في تقاليد كل الناس اغيرها، ولكن انت تقدر تحافظ على بنتك كويس قوي وتقدر تستر بنتك، مش بانك تجوزها، تسترها بانك تعلمها دينها وتعلمها وتقومها وتخلي لها كيان. ويا ريت لو تقدر تجيب قرشها بنفسها، وده قمه الستر، تديها الفرصه انها تشتغل وتبقى قرشها بتجيبه بايدها، لو هتروح حتى تخبز شويه فطير. تعالوا شوفوا الكارثه
كارثة البنت اللي جاية دي هتقول لكم ايه. مفيش حد يجوز طفلة. بصوا بلدنا كده للبنات اللي هي بتتجوز. هي قعدت 18 يوم متجوزة بس. جاية لو مؤاخذة حافية من غير حاجة عشان تنزل تتسحب منه. انت اهلك استسلموا وخلوكي تتجوزي وانت عندك 16 سنة وطفلة وغلطوا غلطة فظيعة وعملوا جريمة. انا عايزة حق. بالظبط اسمها عايزة حق مش عايزة حق. قولي حضرتك ايه الحكاية؟ انا الحكاية انا بنتي اتجوزت جواز اللي هو الاشهور اللي هو العرفي ابن عمها. وابن عمها ده ايه؟ ليه عرفي؟ هو عندنا وسط بلدنا كده للبنات اللي هي بتتجوز عرفي. ليه متجوزة عرفي؟ ليه مش رسمي؟ ماما لسه ما كانتش جابت السن اللي هو القانوني. لما جت السن القانوني مش راضي يكتب. قعدت في بيت جوزها 18 يوم بالظبط. 18 يوم وجاتني يعني جايه لو مؤاخذه حافيه من غير حاجه عشان تنزل تتسحب منه. جاي الناس اللي هم بتوع بلدنا والعمده قعد معاهم وروحت. روحت بعد 18 يوم قعدت بالظبط اسبوع. فهو جه في اخر الاسبوع قال لها روحي عندكم ولما نعوزك هنجيلك. هي احنا بنحسبها جايه تقعد عندنا شويه يعني ايه لغايه اخر النهار. الساعه جت 8، الساعه جت 9، الساعه جت 10 محدش جه. فقلت لها يلا يا اميره روح اروحك عشان يمكن مفيش حد في البيت يجي ياخدك. راحت جت حضرتك روحتها لغايه الناصيه بتاعت بيتهم يعني. وانا رحت راجعه لقيتها ورايا. هي أميرة قالت لي ماما هو قال لي روحي مش احنا مش عايزينك ومش هتقعدي معانا في البيت. رحتي كان حضرتك بقى خالي الواد جه هو اللي خدها من البيت. فلما روحت ما رضيتش اقول لوالدها ان هي يعني ان كراشها. فرنيت على خاله قلت لها الامر 1 2 3. قال هو لسه رن عليا وانا ماليش دعوه بالدور دوت. رحت رايحه قايله لوالدها هو ايه يعني قعدت 18 يوم متجوزه بس. 18 يوم. وفات كام سنه بقى؟ فات سنتين وكده واربع شهور. مش راضي يطلقها؟ لا ولا راضي يتجوز اصلا يا حضرتك. مش راضي يكتب عليها ولا راضي يطلقها؟ ولا راضي يطلقها. لما جه ميعاد كتب الكتاب رحنا عشان نقول لهم اكتبوا ما رضيش يكتبوا. رحت راح على رئيس المباحث بتاع اسم بلبيس. نزل خدوا من البيت عنده من قلب الشقه وخدوا قعد يجي 3 ايام ولا 4 ايام وتحول على النيابه. ودخلنا لوكيل النيابه. وكيل النيابه قال له هتكتب. دخل بقى والدها والبنت وهو كان في الحديد. قال له هتكتب عليها. قال له هكتب عليها. خرج ما قال لك مش هكتب. فضلت رايحه جايه على المحكمه بتاعت بلبس للرئيس وكيل النيابه. بس انت معاكي الورق العرفي؟ معايا ورق عرفي ومعايا. تبقي ترفعي طلاق؟ المحامي كل المحامي اللي هو اللي في بلدنا كله يعني جاي يعني يقول لك لا لازم تتجوز الاول زي ما يكون هم يعني القرش معاهم كتير. وراجل متفرعن بسلطته وبعياله. فاحنا ناس غلابه احنا مش عارفين نروح مين فين. اللي متفرعن بسلطته؟ هو حماها دوت. يعني كتير ناس تقعد معاه ويعمل ويقوم ولا اكن يستكبر بالناس اللي راضيين على بنتك يعني اللي حصل. راضيين على بنتي وهو احتبر سيدها. ده سيدها وعمها. هو عم جوزي عم حمايه. طب ازاي ولاد عم هما الاثنين؟ طب ازاي يرضى يعني كده؟ هو كده مش ما اعرفش. انا مش عارفه والله يا استاذه رايح. طب انت مش حاسه اني غلطانه خالص في موضوع الجواز؟ انا غلطانه واستاهل اللي انا اجره له. انا غلطانه واستاهل. عشان نقول بس الناس ان حكايه ان الجواز بالورقه العرفي اللي تحت السن ده حاجه خطر جدا. أيوة يعني زواج القاصرات ده ياما نبهنا. ايوه قلت لحضرتك غلط. ما هو بدل في سن قانوني للجواز. مفيش حد يجوز طفل. عارفه يا استاذه رهام انا رحت اعمل الشهاده الصحيه بتاعتها لما الواد اللي هو جوزها اتمسك في المركز وقالوا لازم شهاده صحيه. وجبت جبت مأذون يكتب لها وقلت اهو الواد مربوط في المركز ويمضي. ما فيش مأذون رد يكتب الا بشهاده صحيه. طلع الواد ورحت واخداه. رحت صرفت على انا اللي صرفت على الورق بتاع الشهاده الصحيه. ما رضيش يروح يجيبه. وعملت البنت الشهاده الصحيه وتعالى اكتب. ما رضيش يكتب. الراجل مش راضي يكتب. والله يا استاذه رهام والله جه عندي البيت وسبني وقعد يشتم فيا وقال لي مش هكتب على بنتك. ومعايا ارقام المحاضر. معايا المحضر الاولاني اللي هو اتمسك اللي هو كان بتاع مازن بيه لما قال له لو ما كتبتش عليه اعمل لك ضبط واحضار ولا هم. يقول لي روحي مطرح ما تروحي. وانا تعبت والله يا استاذه رهام. انا تعبت. انا معايا عيل واحد ربنا يخليه لي الكبر مات مني. معايا عبد الله.
ما يا عبد الله نفسي، بس انا بخاف على عبد الله. انا مروحتش، انا مروحت، انا كنت قاعده هنا في القاهره، روحت الشارع لما ابني مات قلت اقعد جنبه عشان اروح اسقيله زرعه واقعد جنبه. انا ما عملتش حاجه والله، اني استر وجبت له عزان، والله العظيم انا مديونه بالعزان لغايه الايه. وانزلي اعملي تحريات عني في في في, في البلد، اسالي عليه واسالي عليا، وانا ما كنتش عارف. هو عمل لي البحر طحينه ولحمنا ودمنا عمها، يعني لو كانت اتجوزت واحد غريب كانت حتى كان هو اللي هيقف لها. 16 سنه دي طفله. ما هي طفله، انا قلت ما هي سلو بلدنا هو كده غلط. ما انت هتشوفها دلوقتي جسمها حلو، مش يعني وهي مش فات سنتين. اه فات سنتين. هو ده سن القانوني، المفروض تتجوز 18. ايوه المفروض تتجوز 18. احنا قلنا اهله هنغطي على بعض. ادي الاهل شفتي. احنا قلنا اهل هو ما يستاهلش، وهم قالوا اللي حاسب وناسب، وانا ما عرفتش احاسب. انا تعبت، انا كامل والله تعبت، واروحي لغايه هناك، وجاني لغايه الباب يسبني ويشتمني، وانا اقول له حاضر يا بعصام اتفضل، طب انزل، طب اسالي جيراني، انزلي حضرتك اسالي جيراني، اسالي اي حد في البلد. هنساله انزلي اعملي تحريات عني وعنه. والله العظيم يا استاذه ريهام، انا مع انا كل اللي اقصده ان انا استر عيله. انا نفسي بس، انا اقول لك انا كنت نفسي افرح بس من بعد محمد مش اكتر. وهو دخل عندي سنه واحده، والله سنه واحده، عمل البحر طحينه وفضل يقول لي دي بنتنا ولحمنا، دي دمنا ولحمنا. طب انا واحد يقول لك البنتنا وده عمها، يعني لو كانت اتجوزت واحد غريب كان هو اللي هيقف قصادها، هو اللي هيقف لها ويجيب لها حقها، مش انت اللي تقف مع عليها. انت هتشوفها وتقابليها، انت هتشوفها وتقابليها. مفيش حد يتجوز طفله، بس دول بلدنا كده للبنات اللي هي بتتجوز. هي قعدت 18 يوم متجوزه بس، جايه لو مؤاخذه حافيه من غير حاجه عشان تنزل تسحب منه. انت اهلك استسلموا وخلوكي تتجوزي وانت عندك 16 سنه وطفله، وغلطوا غلطه فظيعه وعملوا جريمه. انا عايزه حق. بالظبط اسمها عايزه حق، مش عايزه. اتجوزتي وانت عندك 16 سنه ودي كان جريمه طبعا، وانت ما بتفهميش حاجه وعايز تفرحي وخلاص. ليه قعدت 18 يوم بس؟ كان الموقف وحش هناك. ليه بقى؟ بيشتموا في اهينا. بيشتموكي انت؟ بيشتموني انا. طب وهو كان معاكي ازاي؟ كان بيضربني. بعد 18 يوم؟ بعد ثلاث ايام ربطني برجلي وفي ايدي وعضني في دراعي. ليه؟ من غير سبب؟ هو كان قاعد في الاوضه بيشرب كل ده عشان انا بخبط عليه. بيشرب ايه؟ بيشرب سجاره. خبطت عليه داخله بجيب حاجه، راح رابطني بالطرحه بتاعتي وراح عضني. ما عرفتيش سجاره ايدي؟ لا ما عرفتش. كان يقعد يقف كده، يقعد يعمل على بطني جامد، بيضرب برجله. ليه؟ المفروض انت في شهر العسل، يعني ما كانش فيه خالص كلام حلو ولا اي حاجة؟ لا خالص. فهربتي رحتي لمامتك؟ اه. وانت عندك 18 سنة دلوقتي؟ ايوه. ومن ساعتها عند مامتك؟ ايوه. طب هو ليه مش عايز يطلقك؟ مش عارفة. ولا انتوا مش عايزين تطلقوا، انتوا عايزين تتجوزوا رسمي؟ ايوه انا عايزة اتجوز رسمي. عشان تطلعي ولا عشان تكملي؟ لا عايزه اكمل. تكملي جوازه؟ اكمل. بجد؟ طب وايه اللي مشاكي ما انت عايزه تكملي؟ الموقف وحش هناك، اخوه الكبير هو في الحمام وعايزني اجيب له الشبشب وامسحه له واقف في الحمام. انا ما عرفتش، يعني انا اخش اجيب له الشبشب ودخلوا له في الحمام. عايزه اخوي تجيبي له الشبشب؟ اخوه هو اللي عايزني اجيب له الشبشب. ليه تجيبي له الشبشب ليه؟ بتاع ايه يعني؟ اهو ابوه بقى طلع قال ابوه بيقول لي اتخن التخين في عيلتك يجيب لاصغر عيل الشبشب. وانت عايز ترجع؟ عايز ترجعي ليه؟ عايزه اعيش. عايزه تعيشي؟ هي دي عيشه؟
عايزه تعيشي بتجيبي الشبشب؟ اعمل لهم ايه؟ ما مش عايزين يكتبوا. يعني انت اهلك استسلموا وخلوكي تتجوزي وانت عندك 16 سنه وطفله وغلطوا غلطه فظيعه وعملوا جريمه، بتكملي انت الجريمه بقى من وانت عندك 18 سنه، يعني لسه قدامك العمر طويل قوي، وتتجوزي تاني وتالت وتشوفي ناس وتقابلي ناس وتشتغلي وتتعلمي لو ما اتعلمتيش. احنا عايزه تعيشي بانك تروحي تجيبي الشبشب وتتعضي وتتضربي احنا هم دخلوا علينا سنتين، هو ابن عمي متربيين سوا في يعني وبيصلوا دخلوا يا حلوين، قالوا عارفين ربنا بجد، بقى يقولوا لحمنا ودمنا. اه في ايه؟ ما رجعتيش ليه؟ ما انا رجعت اول ما رحت، لما مشيت رحت سنتين، رحت اسبوع رجعني تاني. هو اللي رجعك؟ ابوه قال لي روحي شوفوا امك. رحت قعدني، يعني قعدت تجي المغرب الدنت والعشاء، امي بقت تقول لي يلا يا بنتي روحي، اقول لهم يا ماما هيجوا ياخدوني، هو قال لي ما تجيش لما نيجي ناخدك. امي ودتني. يعني هو اللي سابك في الاخر؟ اه. طلعت على السلم. وانت عايزه حد سابك؟ راح هو قال لي لا مش هينفع تخشي تاني. ايوه انت عايزه واحد سابك؟ طب انا هعمل ايه طيب؟ ومش عايزين يكتبوا. تطلقي وتتجوزي واحد تاني؟ طب مش لما يكتبوا. حتى لو ما كتبوش ترفعي قضيه وتتطلق؟ طب ما احنا عملنا قضيه عند محمد بيه فؤاد وجابوا قعد يجي 3 ايام. لا تعملي قضيه ترفعي طلاق. قالوا مش هينفع. تطلقي بورق شوكي على ورق اهو. هو مش هينفع، قالوا المحامين قالوا كتير مش هينفع. قال لازم ان يبقى ورق رسمي، قسيمه رسمي. فانت هتستسلمي كده وتعيشي تتضربي وتتعملي عشان الورقه صح؟ اعمل ايه؟ تعملي انك تبقي قوية وتاخدي حقك وتثبتي حقك وتجبريهم ان هما يكتبوا ويطلقوا. انا ابويا بصي تعب، يعني بيجيب امه دي بقى تطلع فوق عندي تقول لي انت ما جبتيش حاجة، فين اللي انت جبتيه؟ ايه اللي انت جبتيه ده اللي هو ايه؟ العزية. اه الجهاز يعني؟ اه. وابويا بصي يعني جاب انزلي واسألي جاب، يعني مش هقولك ما جابش، جايب. وهما مش عاجبينهم الحاجة. نسيتي سيبك من الحاجة ولا مش حاجة، ده واحد شهر العسل كان بيضربك. ايوه. ايه طب ما عايزة ايه؟ انا عايزة حقي. بالظبط اسمها عايزة حقي مش عايزة ارجع. عايزة حقي. حقك مش انك ترجعي، حقك لازم ترجعي. عايزة حقي. وعايز، انا عندي اخ كبير ميت، يعني مش عايزه اضيع ابويا واخويا. مفيش حد يجوز طفله. بصوا بلدنا كده للبنات اللي هي بتتجوز هي قعدت 18 يوم متجوزه بس جايه لو مؤاخذه حافيه من غير حاجه عشان تنزل تتسحب منه. انت اهلك استسلموا وخلوكي تتجوزي وانت عندك 16 سنه وطفله وغلطوا غلطه فظيعه وعملوا جريمه. انا عايزه حق. بالظبط اسمها عايزه حق مش عايزه ارجع. على فكره انا بتضايق قوي من الناس اللي فاهمه ان الدنيا سايبه، يعني لما بتفرج على تقرير زي ده هم بيفكروا الناحيه التانيه ازاي. مفيش هود وفي بلد وفي ناس. طب انت ما اتجوزتهاش هنقول ايه؟ انها اغتصبتها، ضحكت على عقلها مثلا، نصبت على اهلهم وخدت بنتهم، خطفتها، كانت موجودة في بيتك ليه؟ هو طبعا ليه كل حق الرد، ولكن احنا هنتولى الموضوع ده وهيبقى عندها اكبر محامي. هما غلطوا وغلط كبير
ويا رب يا رب يا رب تكون رسالة لكل الناس اللي في الصعيد وفي الأرياف وفي المحافظات وفي النجوع وفي القرى، ما تعملوش كده. تحت 18 سنة ما تجوزوش ولادكم، اقروا فاتحة، اخطبوهم، اعملوا اي حاجة، بلاش جواز. بنتك ما تسيبش بيتك قبل 18 سنة وهي معاها قسيمة جواز موثقة. تاني، بنتك ما تسيبش بيتك ولا حضنك وهي اقل من 18 سنة عشان يبقى معاها ورقة جواز شرعية قانونية. بصوا البنت يا عيني من كتر ما هي ضايعة ولا متجوزة ولا متطلقة ولا ولا اي حاجة خالص، قالت لك ارجع 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 انا عايزة اعيش. جابت الشبشب بقى، حطت الشبشب، قال لها اعلى حد عندك في اهلك يجيب الشبشب لاصغر حد عندنا. ليه يا عم؟ ليه اكبر حد عندك هيجيب الشبشب لاصغر حد عندك؟ ليه؟ هو ده اللي انا كنت بتكلم فيه التقرير اللي فات على فكره. بلاش لونجاتك عشان خلاص ابتديت اتنرفز. ليه؟ ليه؟ ليه الواحد بيفتكر انه قوي؟ انك يعني دلوقتي انت حدق يعني ان انت ضحكت عليها وما وثقتش الجواز ده، فخلاص مش هتقدر ترفع عليك ولا طلاق ولا نفقه ولا قايمه ولا 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 ولا. لا، في مليون طريقه ناخد بيها الحق. ولو كلمنا شيخ دلوقتي وعرفنا راي الدين انها تتطلق ازاي نقدر نعرف. يعني هو في الاخر هناك زواج وقع. اديكم مثال، احمد عز وزينه مثلا ما قدموش ورق للمحكمه بجواز شرعي، ولكن اتحكم لزينه ان في جواز واتحكم ان في ولاد. مش في شهود؟ طيب انا بقول لك ان بالود لو سمحت تكتب على البنت دي وتسترها، لان اكيد عندك ام واكيد عندك اخوات واكيد عندك ناس كتير قوي حواليك تخاف عليهم من ربنا ان ربنا يقعد لك اللي انت عامله ده. استروا على البنت واكتبوا ورقة جواز واحنا اتصلنا بيهم على فكرة عشان نحل محلوش من قبل ما نطلع، يعني ما كنتش عايزة اطلع باللقاء اصلا، وكان نفسي ان احنا نحل الموضوع بود، ولكن انتوا مش عايزين كده. خلاص هيبقى معاها اكبر محامي وهياخد لها حقها، وساعتها هتبقوا انتوا بتتجرموا برضو، لان لو ده مش جواز طب ده كان ايه؟ هي كانت موجودة في بيتكم بتعمل ايه؟ نصيحة أخيرة، الستر الحقيقي إنك تمشي بالقانون. الستر الحقيقي لبنتك إن يبقى معاها ورقة بتحفظ حقها. نروح لفاصل ونرجع.